أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج أونسايت. مشاهدي الكرام، طلب فريق عريق حافل بالإنجازات من خلال تاريخه الكبير، ماضي جميل وحاضر مختلف في الموسم الحالي الأنيق، يعاني من الأزمات المالية والفنية وحتى الإدارية التي أثرت على نتائج الفريق في الدوري العراقي، ولعل أبرز تلك المشاكل الجانب المالي بسبب ابتعاد وزارة التعليم العالي عن النادي وعدم منحها الأموال. هناك من يعلق حقيقة هذا يعني التراجع فقط على إدارة النادي وفشلها باستقطاب لاعبين مميزين على قدر اسم الفريق، والبعض يعني يضع الإخفاق على يعني المدرب واللاعبين. حلقة اليوم راح نتحاور فيها مع نائب رئيس إدارة النادي السيد محمد الهاشمي لمعرفة أسرار وخفايا قد لا تكون معرفة أو واضحة لجميع. أهلا وسهلا بك سعد محمد. أهلا بك أستاذ، وبرنامج أون سايد وقناة الرشيد الفضائية ومتتبعي قناة الرشيد الفضائية ولجميع الأخوة. حياك الله سعد محمد. تواصلنا معكم مشاهدي الكرام، ولكن بعد هذا الفاصل. نشاهد تقريبا يعني 7 لاعبين من القوة الجوية في منطقة الجزاء ملعوبة ساقطة، فيها جول أول للصقور، تحلق الصقور عاليا الآن، يا له من وقت ويا لها من فرحة ويا له من انتصار يأتي بهكذا طريقة للقوة الجوية بعد جولات 3 لم يحقق فيها انتصار. الجولة 4 تأتي بانتصار، وأي انتصار يا راضي، أي انتصار هذا يا راضي، يأتي في وقت قاتل من كرة ثابتة ظل صامدا الطلبة 93 دقيقة، في الدقيقة 94 انهار كل ذلك الوجوم والوجل وعدم الرضا على وجوه جماهير الصقور، راح اختفى تماما الآن مع هذه الفرحة الهستيرية بهدف التقدم في وقت قاتل، كرة ثابتة لعبت. الله يا سمال، الله يا سمال يا سعيد، هو من يتابع المدافع عندما عجز الهجوم عن التسجيل يستلم زمام المبادرة قلب الدفاع، سمال سعيد يتقدم في الكرة الثابتة يسكنها على يمين حارس المرمى، هدف للقوة الجوية أعتقد. أهلا بكم مشاهدي الكرام. يعني خليني أبدأ أستاذ محمد مع هذا الهدف. لحد دقيقة 93 الطلبة كان مقدم مباراة جميلة جدا، واقف ند بند مع فريق القوة الجوية اللي أصلا كان مضغوط نتيجة نتائج غير جيدة، إجا الهدف وكأنه يعني مثل ناقوس الخطر إجت وراء يعني النتائج اللي سببت الأزمة الحالية للفريق. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك مرة ثانية حجي. أعتقد حجي المباراة طبيعية، خسارتنا ويا الجوية مسألة طبيعية، تخسر ويا الجوية تفوز على الجوية مسألة طبيعية، لأنه فرق جماهيرية وفرق تمتلك من عناصر خاصة فريق الجوية بطل دوري بطل كأس الاتحاد الآسيوي، كأس الاتحاد الآسيوي، يعني فريق عناصره صار له 3 سنين يلعبون سوا. يعني إذا تجي على فريق الطلبة مدرب جديد اللي هو تيتا فاليرو الروماني وساعد عمار ريحة وباسم عباس، وأيضا استقطبنا على قد المبالغ اللي عندك استقطبنا يعني فنخبه، خلينا نقول مثل نور صبري علي صلاح وليد بحر والباقي جاسم محمد والباقي كلها شباب، يعني هذا قدرنا نستقطبه. أنت الآن تنزل للسوق بجيبك 100,000 وأنا أنزل بجيبي 10,000، أنت براحتك تشتري وأنا ظل أتحفظ، أنت تأخذ التريدة وأنا أخذ العزالة. هذا الشيء اسمه دي يصير بالنادي الطلبة. لعبنا ويا الجوية، الرجل المدرب قفل المباريات، قفلها قفلة لحد الدقيقة 93. يعني أنا ما أدري أحكي على الحكام العام 16 نقطة من وراء الحكام. أنا سعد محمد يعني راح أعطيك كل المساحة بالوقت، هذا الموضوع أريد يعني نتناوله بالتفصيل شوي بالتفصيل. موضوع التحكيم مع فريق الطلبة تحديدا أبو سجاد، إحنا قريبين من الموضوع وندري به، بس أنا أريد أسأل، خليني يعني وضع الطلبة حاليا لا يسر، لا يعني يسر. يمكن حتى أنتم كإدارة مراضين على اللي دي يصير. يعني أنت من تسألني أنا أجاوبك لو أنا أحكي فري، لا أريدك تحكي لي فري، لأن يعني أنا عهدتك صريح. لا بالضبط، أنا أحكي لك من البداية أخي العزيز، إحنا من بدينا نادي الطلبة في زمن العجيلي استقطبنا لاعبين العراق كلهم، باسم عباس، نور صبري، أحمد خضير، أحمد مناجد، كثير من اللاعبين جبناهم، حيدر عبد الرزاق، حسان تركي، منتخب آسيا جبناه
بنادي الطلبه وكنا قاب قوسين عدنا 2009 2010 ناخذ الدوري ولكن الله سبحانه وتعالى يعني بهاي الفتره كانت عندنا مبالغ العجيلي دعمنا بذيك الفتره هسه قد يكون يقول هاي الفتره كانت هي الفتره الذهبيه لنادي الطلبه ايدين كان اكو رجل يدعم الان احنا في ظل من راح العجيل ولحد هاي اللحظه اجى الاستاذ علي الاديب موجه له التحيه يعني احنا ما نقول انه هذا اجى وذاك احنا ما حققنا شيء انا لو بالي ملعب هاي كلها ما ادري لها بالي هاي النتائج يمكن يعني انا وياك ابو سجاد وهذا الموضوع انا وياك يمكن لو طلب هذا الملعب نفسه لو مكتمل كانت غيرت هوايه امور 100 مره طلعوا علي دائره الاعمار وتنفيذ المشاريع 100 مره طلعوا وقالوا ملعب آيل للسقوط اخر فتره طلع الاستاذ عبد الحسين عبطان اوجه له التحيه وزير الشباب انه قال راح نسوي احنا وزاره التعليم العالي والبحث العلمي راح نعيد تاهيل هذا الملعب يحتاج له مليار ما اعرف هسه انا رجل هو يشتغل عجبا يعني راح للنادي احنا ما ندري ودخل للنادي دخل للنادي يريد يسوي الرجل خلف الله عليه ورايته بيضه انه راح وحده وشاف النادي يقول الملعب يعني نقدر نعيد تاهيله زين هو اكو انا اللي حسب ما على حد علمي نعم. اكو بي مباريات درجه اولى تقام اكو مباريات درجه اولى بس الملعب يا اخي ما جاهز لا مقصوره لا وسائل لا منازع لا غرف للحكام يعني اراده عمل انا ما اقول لك ما اراده عمل انتم كاداره انتم نعم. كاداره استاذ محمد نعم. عندكم اعتراض على زياره سيد الوزير ولا تتباركوها لا بالعكس والله احنا يا اهل يريد يزور نادينا ويبدي المساعده لهذا النادي فليتفضل ابواب النادي مفتوحه والدليل وراح وزير الشباب واحنا كانت عندنا لعبه مع الجويه ملعب الشعب هو الرجل راح زين ما ادري فالمساله طبيعيه رجل من حقه يتجول مناطق وهو وعد بتذليل كل العقبات حتى انا شوف انا هاي الوعد دائما اخاف منه اي الوعود تطلق ولا تنفذ بالعراق هاي عجبة صارت السمة الغالبه بعد 2003 ولا تنفذ ويجي منك حجر الاساس ويطلع وما ينفذ ويجي يدعي انه فلان وتجيب مشاريع وودوا المشاريع وهاي وقضت الوزاره وطلعت وما نفذ احسن نتمنى من الاستاذ عبد الحسين عبطان ونتمنى من السيد عبد الرزاق العيسى بما انه ماكو توأمه بين وزاره التعليم العالي ووزاره الشباب انه هسه ما نريد بناء ملعب خير يهله بس احنا شو نريد؟ احنا نريد ملعب احنا نريد كيان تدري احنا ما عندنا كيان نقعد بيه نادي الطلبه هذا اللي يقولون عليه نادي جماهيري ويحشون على الاداره انا شنو البيدي؟ انت تعطيني فلوس عقود وفلوس ما اقدر اتحرك لا اقدر ابني ولا اقدر اسوي كل شيء الفلوس العقود اللي اعطيتوني اياها راح احكي لك يا استاذ اكثر مبلغ استلمناه انا مسؤول عن كلامي وخلي يطلع اي واحد اكثر مبلغ استلمناه 2650 في زمن العجيلي هذا اكثر مبلغ 650 في زمن علي الاديب اكثر مبلغ استلمناه مليارين زين بزمن السيد حسين الشهرستاني 1.350 اخذنا المركز الثالث زين 1.350 اخذنا المركز الثالث اكو عندي يعني جنابك تدري بيها كلها جوانب صارفه خمسه وصارفه اربعه وصارفه ميناء زين ابو سجاد دائما يقال انه التجارب دائما تستفاد يعني يستفاد منها نعم انتم بالمليارين و650 ما قدرتوا تحصلون دوري بالمليارين ما قدرتوا بالمليار و350 قدرتوا ليش ما يكون هذا العمل هذا الرقم هذا العمل يكون نموذج تستمرون عليه والله يا اخي اشتغلنا بالممكن اشتغلنا بالغيره ان شاء الله من اندفاع اشتغلنا بكل شيء انت بالمليارين و650 استاذ حسين حجي انت رجل متابع وانت رجل انا ادري بيك يعني هسه ما اريد اقول فلان يشجع لانه باعتبارك رجل احنا حقيقه قريبين من البيت الطلابي ونعرف الوضع مليار و650 انا وقت هوك العب على النهائي يعني شد اسوي لو أنا الأول لو هو الأول أخذ هو الأول أنا أخذت الثاني يعني ما هي بطولة واحدة أستاذ حسين ما عندنا بطولة كاس كان ولا عندنا بطولة بزمن النظام السابق بطولة أم المعارف وكان اللقب يحسم بمباراة واحدة مباراة واحدة بالضبط فإجوا هوك يعني نهنيهم أخذوا الدوري وراحوا إحنا شو اسمه إحنا العام المركز الثالث لولا صار عندنا مؤامرات إحنا ماخذين دوري بزمن أيوب ديشو المركز الثالث أكو فرق عملاقة زين أبو سجاد مليارات وسبعة المؤامرات منو سواها؟ يعني من داخل النادي طبعا من داخل لاعبين لاعبين وهم حقهم لانه الاموال ما تصرف لهم فاعتيادي اللاعب يتذمر اللاعب يظل ما يدير بال اللاعب يظل قبل اللاعب الحجي يجيك كان يعني زين استاذ محمد اللاعبين اللي تحكي عليهم اصحاب الخبره الاسماء ولا اللاعبين الصغار لا اصحاب الخبره يقرون براس الصغار تدري اللاعب الصغير مثل العجينه شو ما تدق قلبه اذا يجيني واحد شو اسمه طفل يجي يمي انا اوجهه مو هو يوجهني
فصارت عندنا خلافات وتدخل بيها الكابتن أيوب أديشو وانحلت. يعني احنا لو لاعبين واجهتوهم استاذ محمد؟ واجهناهم معروفين هم اسماء معروفه معروفه يعني ما داعي ما اتطرق لها. زين الجماهير تعرف هذا الشيء؟ عرفت كل شيء تعرف الجماهير مغلوبه على امرها. الجمهور شو يريد نتائج. جمهور انا اعذر الجمهور يريد نتائج، يريد انه هذا النادي يقول لك من سنه 2003 ولحد هذه اللحظه، يعني يقول لك صار لك 14 سنه. انا ما صار لي 14 سنه استاذ حسين، انا جيت الى 2010 ما صار لي حتى يقول لك 14 سنة وصار لك هاي، وقدرنا نشتغل وقدرنا نربط. كان النادي تعرف شنو عبارة وداعتك؟ والله 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 قسما هاي أنا راح أحكي لأول مرة جينا لقينا النادي قاعدين على تنك. هذا نادي الطلب وحق كل من عنده حق. هذا النادي هسه ماكو، يقعدون باجتماع خشبة تنكات قاعدين هم اجتماعهم. اجينا ربطنا النادي بوزارة التعليم العالي من خلال مجلس الوزراء وقرار ومرسوم، وانتهت العملية. هاي أول خطوة اللي سويناها النادي الطلبة. قدرنا ناخذ له موازنة، قدرنا أن أكو جهة رعانة هو اللي هي وزارة التعليم العالي. قبل النادي الطلبة من كان يدعم عمر سبعاوي، كان تابع الاتحاد الوطني لطلبة الشباب العراق. وكان تطي وزارة الشباب لو تطي 5 ملايين لو تطي 10 ملايين. وتدري هذا نادي جماهيري مو مثل نادي الأندية الأخرى. أكو أندية أخرى يعني مبالغها مهولة، من تباوع من تستقطب لك لاعب ب 450 350 300. احنا هسه عندنا اكثر لاعب بالنادي، يعني يمكن عندنا 2 150، باقي كله جو ال 150 25. هذا اللي بدي امشي بيه امري انا، ما ادري شوف فتره حرجه نشوف ننتظر انه هاي مجلس الوزراء اللي امر مليارين، خلينا نشوف يعني مجلس الوزراء. مو قلت لك انا الوعود تطلق ولا تنفذ. هاي شوف اقول لك هاي دائما احنا كل ما تجي الانتخابات راح يطلقوا لك السبعات. زين كل ما عسى يجيك واحد يجيك يقول لك والله انا دعم النادي وانا اطل النادي يعني أطل. هاي هم تندرس ضمن الوعود الانتخابيه؟ ما يعني بعد الانتخابات كم شهر ما ضل شيء. بالتاكيد يعني شنو اقول لك انا هسه نادي الطلبه مو ذاك حجر الاساس. احلى ما بنادي الطلبه حجر الاساس، مرمر يخبل لو تجي تشوفه انا مصوره يعني حتى راوكيا حجر الاساس. هسه هذا مو موضوعنا احنا، خلينا نرجع على موضوعنا انه نادي الطلبه ليش ديت الوضعيه اللي ديت تهزه. زين هزه حكيت وياك استاذ حسين قلت لك انه الاموال عندك انا ما عندي، انت تستقطب انا ما اقدر، انا اخر واحد استقطب ما عندي فلوس. اللي يبقون من الدوري ما شو اسمه يجي لك اروح نادي الطلبه اعيد وضعي. واي جو الواعي بعدنا عادوا وضعهم راحوا الانديه اخرى، والطلبه صار لهم بوابه للنجوميه من جديد. بالضبط، كان ما حد يعرفهم ما حد يقلبهم، صاروا فلان وفلان وفلان وفلان. هم مو هم ربع لاعب بس يجي بنادي الى اسمه الى وزنه الى ثقله جويه الزوراء الشرطه الطلبه هاي الى ثقلها. من يلعب هذا النادي غير ما يلعب فلان. يعني ولكن احنا جبنا هذا المدرب الروماني، جبنا تيتو وتعاقدنا وياه. الرجل اجى اشتغل اول لعبتين زين، بس بعدين لعبه الجويه اللي اثرت علينا 1-0. وهم هاي اعزل الحكام يعني حقيقه كلها حاضره. انا ما اريد اتهم فلان وعلان واقول له فلان. ما دام فتحنا موضوع التحكيم مره ثانيه، العام انتم اكثر فريق صبر وما تحدث عن موضوع، يعني سكتوا يعني اسمح لي اقول لك بهالنص استاذ محمد الى ان اخذ حقهم. يعني سجل ما سجل 16 نقطه سلبت من نادي الطلبه وهي كفيله باعادته للواجهه. احنا هذا هاي 16 نقطة العام، ودائما يتهمونا احنا انه ما عندنا ظهر بالاتحاد واحنا ما عندنا. لا مو هيك العملية، ظهر بالاتحاد شنو؟ الحكم شنو؟ الحكم انسان يقود مباريات. الحكم اذا ضميره صاحي وعنده صاحب خلق يعتقد يعني انا ما حكامنا كلهم جيدين، ولكن النوبات تصير بعض السهو بعض الغفلات. وهو بشر وهو بشر جل من لا يخطئ. بس استاذ حسين مو 16 نقطة لازم توقف هنا. أنا يعني زين يعني نادي الطلبه واحد من الانديه الاربعه الجماهيريه، دائما يعني حتى انديه العالم انديه الاقليميه دائما اكو 4-5 انديه جماهيريه. طلب واحد من الانديه الجماهيريه الاربعه ببغداد ما يلاحظوه بالاتحاد ياثر؟ ترى يا جماعه احنا بدنا نتاذى من التحكيم، احنا راحت من عندنا نقاط، حاولوا شويه يعني تنتبهون على هذا الموضوع. والله احنا بالاتحاد ما عندنا احد، حتى احكي لك يا الامانه عندنا احد بالاتحاد. وهذا مو شغل الاتحاد، الى ناس تقوده واكو لجنه اكو لجان بالاتحاد، لجنه المسابقات، لجنه الانضباط، لجنه الحكام، لجنه شؤون اللاعبين، يعني لجان بالاتحاد. انا اليوم من اتكلم على حكم انا ما انتقص من الحكام العراقيين، بالعكس الحكام العراقيين كلهم جيدين، ولكن اكو من
ما اعرف يتقصد. زين، هل يعني هل يمكن القول ان هناك في الاتحاد من لا يروق له ان يتالق الطلبه يحارب الطلبه؟ بالتاكيد اكو اكو يعني انا زين ليش؟ يعني حتى لو بات يخلوا لك حكام يعني درجه اولى ما محكم، اول مره يحكم ويجي يقود مباراه، انا مباراه البصره احنا ونفط الجنوب ثق بالله العلي العظيم، ثق بالله العلي العظيم، ضربتين جزاء ما انطانا ولو ما اني اخلصه للحكم هم كان صارت كارثه. زين واحد جابه وبعد ما حرموه. من له مصلحه في ان يتاخر الطلبه او تتراجع نتائجه؟ ما اتهم الانسان، انا رجل يعني ما اتهم اي انسان. بس انت تعترف بوجود ايادي تعمل على هذا الشيء؟ بالتاكيد، واشتكينا وقدمنا لرئيس الاتحاد وقدمنا للسيد علي جبار وقدمنا للسيد شرار حيدر وايضا السيد طارق احمد. اوجه له التحيه، هو اللي رئيس لجنه الحكام. رئيس لجنه الحكام. نعم. يعني انا بدي اساله ذاك اليوم مال نور صبري ويا النفط. كابتن نور صبري لزم طوبه رفع رجله. لزمها الكره. هم النفط ما اعترضوا. ولا حتى اللاعب اللي ولا اللاعب اللي وقع اعترض، ادق ضربه جزاء شنو انت؟ يعني شنو انت؟ وحكم دولي. بالمناسبه حكم دولي، اوجه له التحيه سالم عامر. وايضا راح بالنجف. هو واحد من افضل كفاءاتنا حاليا. بالضبط بالضبط راح بالنجف نفس العمليه. يا اخوان الله يخليكم لا تكيلون مكيانين، لا تقودون مباراه على حساب الاخرين. يا اما انت اذا هاي سهوين فانا لله وانا اليه راجعون. اما اذا انت متقصد فاكو الله. زين ابو سجاد خلي يكون اتمنى ما يكون متقصد ان شاء الله. لا احنا دائما نخلي مبدا حسن النيه بالموضوع، بس انا خليني اسالك، هل هناك في الاتحاد من له سطوه وسلطه بحيث يختار يعني الطاقم التحكيمي او يؤثر في الاختيار فبالتالي ينضر الطلبه بصوره غير مباشره او يجعل للطلبه اي كادر ممكن؟ والله انا حسب ما سمعت السيد طارق احمد ذاك اليوم يقول احنا لجنه الحكام احدى القنوات، اوجه له التحيه لابو فاطمه، احدى القنوات يقول احنا خمسه قبل يوم نطلع شو اسمه الاسماء الحكام. يعني حسب ما يقول هو يقول العالم كله قبل يوم طلع، حتى ما حد يدري انه فلان حكم وفلتان حكم، حتى لا احد يروح عليه سامن حقهم. وهذا الشيء يعني هذا ديورنا. اي هذا ديورنا صحيح. وهو صحيح بالنسبه يعني ابو سجاد خليني اكون واضح معك. لا صحيح، يعني احنا قبل فتره واحد من الحكام اشتكى يقول انا مباراتي بالبصره اعرف بالليل صح، يعني يبدو يمكن بسبب هذا الموضوع حتى لا يتعرض الحكم الى ضغط، حتى لا يتعرض الحكم الى تهديد، حتى سامن هاي وجهه نظر سامن او السيد طارق احمد. ولكن اتمنى من لجنه الحكام اتمنى ان لا تعود السنه الماضيه على الطلبه. السنه الماضيه اللي عادت على الطلبه يعني خلينا نقولها سنه مؤلمه، 16 نقطه راحت من عندنا ضبط. 16 نقطه كان احنا مصاعدين هوايه يعني مراكز. اتذكر الموسم الماضي الطلبه الفريق الوحيد اللي ما ابدا امتعاض من التحكيم حتى ايش تحكي؟ احنا ناس رياضيين حجي، ناس رياضيين، احنا مو همج ولا احنا رعاع، احنا ناس نوجه نبني، يعني ما عندنا هدف انه نسيء للاخر او هاي، بالعكس هاي رياضه كره قدم، يجب على الانسان ان يعترف بالرياضه كره القدم هي فوز وخساره وتعادل. زين يعني ابو سجاد خليني ارجع، اعتذر المقاطعه، خليني ارجع على النتائج. صراع الاسماء بنادي طلبه النجوم، رئيس النادي نجم، من يريد ان يصبح رئيس نادي ايضا نجم، خليني اكون اكثر وضوح، على كاظم، يونس محمود، باسم عباس. هل هذا يؤثر على نتائج الفريق؟ صراع الاسماء يعني اكو مع احترامنا لكامل تاريخ هذه الاسماء الثلاثه طبعا. انا هذا ما اريد اتدخل بيه، واقدر يعني اقدر حجي اقول لك اسال اللي هم الدوله اختصاص نفسهم، ولكن راح اجاوبك ببساطه. يونس نجم كبير، اولا عفوا خل ابدي بعلاء كاظم، علاء اسم ورئيس نادي، هو صار يقود النادي صار له فتره، خل اقول لك اياها للنهايه، عدا علاء كاظم ما حد يقدر يقود، حتى يونس ما يقدر ولا يونس ولا باسم ولا باسم. والسبب مسؤول عن كلامي. السبب تقريبا اولا دعم ماكو، قليل الدعم. احنا داين حجي، هو هسه علاء كان يقولون 400 هسه صار المبلغ ب 600 وشويه مطلوبين، لان السنه كل شيء مستلمين حجي. الان انت بتقول لاعبين وحجوزات وفنادق واكل وشرب وخلي اقول لك يا مكافآت تجهيزات يا حج الفرق اللي عندنا، فرق الشباب، فرق الناشئين والرديف، تجهيزات وهذا البرد القارص، هاي كلها داين ويجيب على كار. بس بغض النظر هسه خاف يقولون هاي داعي، هاي كلها لازم تحصر بال 680 بال 600 راحت 680 خلصت هاي السنه حجي. شنو انت السنه لحد الان كل شيء ما مستلم، لحد الان كل شيء ما مستلم حجي. زين لحد الان خلي يطلع واحد سار بوزاره التعليم العالي، خلي يطلع واحد يقول اعطيناك، اعطوني 75 مليون، البارحه سوينا وجبه غداء
وزعنا لهم رواتب. زين خليني أسأل بعد سعد محمد، سبب ابتعاد الوزارة يعني عن هموم النادي تحديدا، ليش ما تعمل بموضوع الاستقطاع مع أنه أنتم أكثر من مرة طرحتوا هذا الشيء؟ أكو وزارات أخرى تعا أندية أخرى تغلبت على هذا الموضوع من خلال نظام الاستقطاع. بس خلي أجاوبك شوية لأنه حتى لأن السلسلة. لا أخذ راحتك على راحتك. أنا بدي أرجع لك بالحديث مع يونس وباسم. نعم. يونس وباسم علاء، علاء كان مطلوب 600 470. نطلبه احنا الاداره كنا موقعينه وموجوده مستندات ونقلناها للوزاره، ويدري عميد كليه التربيه الرياضيه دكتور عدي وديناها للمستندات وقعد في ما خلاه الوزير وقته قال رجل صحيح مطلوب، فاتفقنا انه يا يونس صار اللقاء ببيتي انا ويونس وعلاء وسامر بيتي صار اللقاء. انه يونس قال اني اجيب سويت لهم دعوه عشاء نقعد زين يعني خلينا نقول قاعده وديه ودي. حتى تصافي القضيه ما حد كان يدري بيها، هاي اول مره احكي بيها انا. الله شاهد اول مره احكي بيها. انت رتبت اللقاء بدون ما حد يعني قال يونس قلت له تعال بيتي، علاء قلت له تعال بيتي بالعطيفيه، اجوا اثنين. خرجتوا بنتيجه؟ خرجنا بنتيجه انه يونس يروح القطر قال انا فلوس ما عندي هنا، عندي كين كارت لازم اروح شو اسمه القطر وحول المبالغ لعلاء، وبعدين علاء قال له زين، قلت له علاء شلون انت راح تتنازل؟ انا جاوبت اليونس قلت له هاي عفوا علي، اولا اخلي الوزاره يخابر وزير التعليم العالي، لان تدري قانون هو مو راس اللي يونس يصير يعني رئيس. اكو من يسال كيف يعوف علاء كاظم النادي بانتخابات يترك النادي قدم استقاله؟ هذا هم مهم طبعا. الراجل هو قال انا اذا تنحى تعبت بس ابدا اسدد العالم اللي طلبوني، قال انا ما اقدر اطلع مطلوب دق باب العالم وبعدين النادي يروح يشتغل وانا يضل مطلوب دق باب العالم، وهذا من حقه يعني. طب. الرجل هو متحمله مو احنا، فاقتنعنا انه يونس يروح ويجي القطر. يعني فتره راح يونس جاي يونس الانتخابات سال يونس قال الاستثناءات لازم تكون عندك شهاده على قانون 86 تكون عندك شهاده ما ادري شنو، تعرقلت المساله زين وقفت على الاستثناء مال يونس. تدري الاستثناء مو ما ينطون شخص واحد قانون هو تدري حجي احنا طبعًا. بغض طبعًا. النظر يونس لاعب كبير اوجه له التحيه وباسم لاعب كبير اوجه لهم التحيه، ولكن الشهاده يجب ان تؤخذ حتى تكون رئيس نادي لازم تكون عندك شهاده من ضمن قانون 86 زين. فنتمنى انه اذا صار القانون ويصير اتفاق هو على كاظم ماكو مشكله أبداً. تعال خلي يشتغلون سوا حجي سعوفنا عوفنا من هاي، خلي تعال هسه انت انا اقدر ادعمك وانت تدعمني ولحد ما انا استلم اشتغلوا سوا وخلصونا زين على تنتهي القضيه. خليني ارجع ابو سجاد، نرجع لسؤالك مال الاستقطاعات. زين احنا الاستقطاعات يعني حجي هسه انا يعني تمنيت واحد بقلبي قاعد قبالي زين الكابتن يوسف، كان مفروض يوسف فعل حتى نتكلم واحد يحاول الثاني لان الرجل صادق. الاستقطاعات النادي الوحيد اللي ما يستقطع مدن هذا الطلبه، الاستقطاع اختياري. احنا قعدنا بهيئه الراي انا لحد الان ب 2/5/2015 في هيئه الراي بكربله، وزير التعليم كان علي الاديب رجل قر 1000 دينار استقطاع من كل موظف قر زين. الرجل زين الاديب لا حسين الشهرستاني العفو بوكس الدكتور حسين الشهرستاني زين قر 1000 دينار من كل موظف، الرجل حتى قال انا اعطي 10 انا قاعد وياهم لانه مو من حقي احضر هذا الاجتماع تدري زين. على زين. مستوى عالي زين. قال انا اعطي 10 من عندي خلي يستقطعون 10 من عندي نادي الطلبه زين. تدري تاخذهم الحميه المدراء والرؤساء الجامعات تاخذهم هذا اللي يقول انا انطي وذاك يقول انا انطي صدقني بس طلعوا تسووا تظاهرات بس راحوا لبيوتهم خلوا الموظفين يطلعون تظاهرات وهذا ما بي سند قانوني وهذا صدق ما بي صدق واحده من التبرعات جتكم 1000 دينار واحده جتنا ب 1000 دينار بصك 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 اللي جابها شلون وصلكم؟ اخذ تاكسي يعني خليني اسال بالطريقه بصراحه نعم. تحملني ابو سجاد يعني جاكم التاكسي ووصلها شلون؟ 100% زين وفلوس التاكسي مو اكثر من 1000 دينار؟ لا هو هذا انا ما احتراماتي هو من الرمادي هو من الرمادي ما احتراماتي له هذا زين. هو اللي عم علينا هو اللي اجج الامور كلها هو هذا من الرمادي ابو 1000 دينار شلون اجج الامور هو هذا قال ما بي سند قانوني ونطلع تظاهرات وما ادري شنو هو قاعد ببغداد وعايف مدينه الرمادي هنا وياخذ 5 ملايين دكتور حضره جنابه 5 ملايين ولا يقاتل ولا هاي وقاعد هنا بالمنصور قاعد لبحسن بيت وهاي ولد الخايبه اللي ولد الرمادي اللي يقاتلون وهاي وقاعدين بالخيم وقاعدين بالعراء وقاعدين
وحضرت جنابه 1000 دينار. وش ينقص هسه 1000 دينار؟ 1000 دينار يا حج هسه سيارتك اذا تروح تطبق بارك بارك تعطي 3000، هسه من تطلع منها تعطي 3000 دينار. شنو قيمه ال 1000 دينار اذا تتبرع النادي؟ شنو قيمته؟ بس اردفتهم 1000 دينار توصلنا وياهم. يعني هاي الفكره، فكره الاستقطاعات ابو سجاد، اردوصل الى نتيجه ما تم قرار وزير. قرار وزير، قرار، لا حد يقول لي امن مجلس الوزراء وما بي سند قانوني، قرار وزير. اللي يقول لي شلون الشرطه الجويه انت مسجلها عندك، الصناعه، النفط، زين كل هاي الانديه تاخذ استقطاعات. زين خليني اسال بعد استاذ محمد سؤال اخر. يعني هل فعلا الاداره الحاليه للطلبه وجودها على الاداره ما يخلي الوزاره تساعدها؟ اكو هيك شيء وجودها؟ اي يعني خلي اقول لك بصيغه ثانيه، هل الوزاره لا تريد ان تساعد هذه الاداره تحديدا؟ يعني هي عندها استعداد تساعد الاداره بس على مود هاي الاداره ما تقبل تساعدها؟ وصلت الفكره ابو سجاد؟ يعني انا اتمنى يعني تكون الفكره وصلت. اها انا دا اشوفك حتطلع لي دليل. تيد وزير تقول ما حد يدعم الدارة؟ اها اها يعني هذا كتاب، هذا كتاب جاهز وموقع نادي الطلبة الرياضي نظرا لاهميه الموضوع، طبعا قبلها اشاره كتابكم ذي العدد كذا المؤرخ فيه دعم النادي. اها نظرا لاهميه الموضوع مؤرخ كتابكم عقد اجتماع تداولي بشان مسؤوليه المراجعه، نرجو الاتصال على رقم الموبايل كذا، الماليه والتنسيق لحضور الاجتماع. طبعا الهوامش موجوده. هامش وزير اه وهذا هامش بعد المداوله. شو بعد المداوله مع الوزير؟ مع السيد محمد الهاشمي لترتيب الاجتماع. زين شلون الوزير ما يدعمنا يا اخي احنا؟ زين ليش هالتاخر؟ يعني هذا مو هالتاخر، ليش هالماكينه الاعلاميه اللي قاعده تشتغل علينا؟ انا هسه شراويتك يعني ما هاي البارحه اول واحد اراوك اياه، موقع ومختوم. اول واحد اراوك اياه ورتبت الاجتماع، ويوم الاحد الاجتماع هاي البارحة. ما كل تقول لي زين شلون الوزير ما يدعمنا وتونا قبل اربع ايام خمس ايام اعطونا 75 مليون اللي موجوده اعطونا اياها وزعناها للفريق البارحه سويناها لوجبه غدا. بس انت تبحث عن استقطاعات. انا ابحث اريد عن استقطاع. الاستقطاع اذا انطاني 1000 دينار كل موظف، اي انا اذا انطاني كل موظف 1000 دينار اسوه استاذ حج حسين، هسه انت موظف بوزاره ما اي يستقطعون من عندك 3750، هسه مو 3000 2000 ونص، انت رجل هسه نفسك. زين هذا بي سند قانوني؟ هسه مو من يطلعون الموظف اذا يقولوا له 1000 دينار ناخذ منك. والله عمي ما يحكي الموظف 1000 دينار، نستلب 1000 دينار. الابنك هسه تعطي 1000 دينار، شنو الموضوع؟ ما راح يقتنع بيها. ويطلع لي واحد والله ما بيها سند، خاف يشتكون علي بالنزاهه، خاف يشتكون مكتب المفتش العام، يا عمي انت اذا مسلطين علينا مكاتب المفتش العام، احنا ما نريد بعد بطلنا. زين هاي الانديه اللي دت تعاقد ب 400 ومع جل احترامي واني اسف للانديه وبالعافيه عليها، لا حد ياخذ من عندي ما اخذ، انا من حقي ادافع عن نادي، نادي راح ينزل، نادي هبط وانديتكم بدها تصعد. صدقني هاي الشرطه لو ما الاستقطاعات حاله الطلبه اضرب من حال الطلبه، لان الشرطه عنده فرق، عنده هواي رياضات، عنده هواي رياضات عباره عن لجنه، واتمنى تظل الاستقطاعات النادي الشرطه والجويه ايضا كذلك. بس دوله ما بيها سند، اذا تخلونا نطلع من الطريق. النفط ما بيه سند، يعني لا تخلونا بعد، كافي احنا ملينا من القوانه هاي يوميه، ماكو سند قانوني. والله الاستقطاع 1000 دينار يطل الوزير ما حاطه بجيبه، انا دام طيها النادي. يعني انا خليني اسال استاذ محمد، الوزير متفق معك والامور دا تمشي صح، نعم، منو اللي دا يخلي العصب الدولاب؟ منو اللي بده يخلي هذا الموضوع يمشي؟ والله هواي ناس بده يخلون العالم، ما تخلي الناس تمشي وما تخلي العصا هي. شوف اقول لك اني رحت بالمناسبه، انا اتحدث معك يعني، واني وصلني انه احدى الوزارات الاستقطاعات توصل الى 4000 او 5000 دينار. هاي انت مو اني راح اقول لك، هذه هاي احكي لك على احدى الوزارات. اكو 8000 استاذ محمد، هاي خلي اكون واضح وياك، وزاره النقل استقطاعاتها 4000 و5000، وهي يعني احنا نعرف تدعمنا نادي الزوراء، نادي الزوراء ونادي الميناء، زين اثنيناتهم هسه بالعافيه عليهم. احنا اراد لنا قرار شجاع، احنا بناشد الاستاذ عبد الرزاق العيسى حتى تخفف عن كاهله. ال1000 دينار ما له قيمه، وهو مشاه السيد حسين الشيرستاني، القرار قرار وزير، والقرار اتخذ بقرار باجتماع هيئه راي. اما يقول لي ما بي سند قانوني، فهي الرياضه، الرياضه يعني حقيقه استهلاكيه، رياضه ما ورافت يعني. شفت
تمطي ما تاخذ، حتى انا احكي لك يا للامانه. ولكن احنا معارضين يا استاذ حسين للسب، للغلط، للكلام البذيه، الامور كثيره ما يعرفون السبب شنو. يعني احنا اليوم في ظل غياب القانون زين، هذا استاذ محمد الموضوع حنتناوله. ويعني وبعدك انت لو تحكي لي على استقطاعات يا ريت تناشد. انا اريد اناشد يعني اناشد دوله رئيس الوزراء. كمل، انا ما عندي مشكله بالعكس. اناشد دوله رئيس الوزراء، اناشد الامانه العامه لمجلس الوزراء اللي راح نحضر يوم الاحد، انه اسوه بالانديه المتبقيه انه يعطون الامر المعالي الوزير انه يسوي قط استقطاع عمي 1000 دينار. هسه ما اريد غير ال1000 دينار. تكفي كافي هسه، كافي احنا نقول كافي اضافه للاستقطاع الشتمه التخصيصات اللي اعطيناها. يعني انا اتمنى عليك استاذ محمد هذه كامرتك، ويا ريت لو يعني يا استاذ يا استاذنا العزيز، يا استاذنا المحترم دكتورنا واخونا وابونا الكبير استاذ عبد الرزاق العيسى، يجب هذا النادي ان تنهض به. النادي محسوب عليك باعتبارك انت الرئيس الفخري لنادي الطلبه. احنا معرضين من قبل الشارع، من قبل الناس، حتى اقول لك معرضين احنا للقتل بصراحه. يعني ما بيدنا لا نقدر ننقذ النادي ولا عندنا ملايين. احنا الان اذا ما انت تنقذنا يا معالي الوزير احنا راح نظل حالنا حال الاندية الاخرى، وراح نظل نشبث ونداعي. فنطلب من جنابك الكريم انه اجتماع هيئة الرأي تستدعي رئيس النادي واعضاء الادارة حتى يقعدون مع الاخوان يقنعوهم انه هذا الالف دينار ما له قيمة وتخلص من عنده انت، حتى لا حد يقول لك هذا بسند قانوني او ما بسند قانوني. يا وزيرنا بما انه انت رياضي وانت متفهم لهي الحاله انه تنقذنا من الوضع. يعني والله ملينا، تعبنا. نعم. يعني تعبنا. نعم استاذ محمد خليني شويه نطلع انا وياك يعني نشوف هذا الاستطلاع، وانت ايضا تاخذ شويه راحه لان ما اريدك تصير اعصاب حقيقه. متواصلين وياكم مشاهدينا الكرام لكن بعد هذا الاستطلاع. بسم الله الرحمن الرحيم. راح تكون مباراة مع المنتخب الإماراتي يوم 17 بالشهر، راح يكون توقف الدوري تقريبا يوم 15 بالشهر، يعني آخر دور هذا راح يلعبوه، لأن يعني لازم مباراة يلعبها الكابتن باسم قاسم، فمباراتنا تأمنت يوم 17 مع المنتخب الإماراتي بالإمارات. أخير مرحلة راح يعني أخير الدور هذا راح يلعبوه الدور السادس، وبعد توقف الدوري، لأن يعني تعرف راح تكون مغادرة المنتخب يوم 15 للإمارات لخوض مباراة يوم 17. تعرف يعني هو قرار إيقاف الدوري واستمرار الدوري هذا من واجبات لجنة المسابقات، الكل تعرف هذا الشيء، لكن من خلال الاجتماع أنه راح يكون هذا الدور الأخير، لأن تم تأمين مباراة لمنتخبنا الوطني مع المنتخب الإمارات في الإمارات يوم 17، ويكون التجمع يوم 15. فأكيد ما رأينا يعني الدور السابع يعني حسب ما موعد في الروزنامة يعني انطلاقه 18-19، فأكيد راح يكون هناك تأجيل، اللي وهو مقرر بالمكتب التنفيذي أنه استحقاق المنتخب الوطني لبطولة الخليج أن يكون توقف للدوري. أهلا بكم مشاهدي الكرام. سعد محمد أنت عندك الكثير من الكلام، بس قبل ما أسألك عندك فشي تريد تقوله؟ يعني والله أنا حتى تعبت يعني الكلام، ويعني صار عمرنا 58 سنة ونناشد شباب بعدك إن شاء الله. الله يخليك ويحفظك ونناشد ونظل طول عمرنا إلى متى نظل الناشد. يعني أنا والله العظيم مرة ثانية أرجع للدكتور عبد الرزاق العيسى، وأرجع كل أركان الوزارة، وأرجع لكل رؤساء الجامعات بالعراق وكل الكليات والمعاهد إنه أن ينقذوا نادي الطلبة. يا أخوان حتى الجامعات الأهلية يا أخوان والله العظيم زحمة، هذا ناديكم، هذا إلكم، هذا واجهة الوزارة الحقيقية هو نادي الطلبة. ما يصير نادي الطلبة اللي يصير بي والله العظيم. يعني شوف الجماهير، يعني أنا حجي أنا حكيتها قبل فترة، قلت لك كنا معارضين حتى للقتل. يعني تمشي بالشارع أنا أروح وحدي وأجي وحدي، ما عندي بس سايق وياي ابني وصلني ويجيبني. يعني شو بدي اسوي اذا جمهور من حقه يناشد الجمهور؟ هسه يقول لك واحد الجمهور انت قلت بالبدايه دور نتائج، دور نتائج، جيب نتيجه الجمهور هسه يغني لك ويهوس لك بغض النظر اذا كانوا الاخوان، اذا يونس واذا باسم خليجون يحطون ايديهم بيد على كاظم وتنهي هاي العمليه وتنتهي. زين ابو سجاد، هذا الموضوع يعني النتائج مو بس موضوع، يعني الكل متفهم للموضوع المادي، بس الناس تقول الاداره ايضا مقصره في اي ناحيه حجي؟ اعطيني فشي انا هسه اعطيني مقصر انا اذا تطلع الوزارة وتقول لك أنت لا عندك لا فساد مالي ولا شبهة مالية ولا أحد، لك تنفتش العام
بشهاده مدير عام، بشهاده يعني الوزير، بشهاده الاخوان بالوزاره، بغض النظر انا مالي علاقه على كل شيء. استاذ محمد يعني مثلا خليني اكون اكثر دقه. انا جاوبك استاذ حج. يعني وحده حكينا عليها واللي هي كلش مهمه، اللي هي عن طريق يعني مراسلنا الاخ احمد الغضاوي، يقول من تسال جمهور الطلبه يقول لك اللاعبين اللي تجيبون اياهم ما تجيبيهم بطولات. احنا فريق انا حكيت لك. أنا حكيت لك أنت رجل ذكي. وأكو حتى ما وصلني أنه أربعة أشهر ما أكون يعني رواتب للاعبين. أنا حكيت لك أنت رجل ذكي، أنت قلت لك تنزل بجيبك 100 وأنا بجيبي 10، حكيت لك في البداية. فأنت تنتظر من يشتري من يبقى بعد هذا؟ مع جل احتراماتي ولهاي الإخوان اللي جبناهم السنة، يعني أكو أسماء جبناهم محترمة، نور صبري، علي صلاح، جاسم محمد، وليد بحر، مصطفى الأمين، حسين، كلهم. بس احنا جبنا شكو طالع من النادي، احنا ما عندنا فلوس، ما عندنا جواد، يعني لو عندنا ثق، لو عندنا 300 مليون لو عندنا 300 مليون بداية تعاقدات كل اللاعبين. زين موضوع مصطفى كريم وين صار؟ موضوع مصطفى كريم انا يعني البارحة طلع الاخ باسم عباس بأحد القنوات واحنا قعدنا مع السيد تيتا بيوم القالوا على كاظم انضرب وما ادري شنو هالمسائل، نزلت على الفيسبوك واحنا كنا قاعدين مع المدرب تيتا والمدرب عمار، انا وكابتن علاء والاستاذ عباس وحيد والسيد علي الساعدي برا اللعبه، جلسه حوار مع المدرب، انه المدرب يقول لك انا خسرت مساله، المدرب اجنبي يعني مو تقول عراقي، يقول لك خسرت خساره وارده، انا غلطت، هو ده يعترف يقول انا غلطت، فيقول انا مو انهزامي وما انهزم، انا ما اخذ منكم فلوس وانا اشتغل، هو كاتب شرط بالعقد انه في حاله اذا ما حصل من ضمن المراكز الاربعه وضمن المراكز السته انه ما يستلم عقد الباقي. كاتب بالعقد الرجل، فقال انا مو انهزامي، انا اشتغلت بعندي واخذت الدوريات زين، بس انا دا اشتغل انه وفق عندي كانت عندي رؤيه والان الرؤيه اختلفت، يعني ما ابدا احكي واقول فلان وعلان وش اسمه، خلصنا قعدنا الاداره جددت موقفه بالمدرب، صح كان اكو هواي كلام على انه مدرب جديد لنادي الطلبه وما ادري شنو، بس المدرب باقي. زين مدرب باقي، موضوع مصطفى كريم وين صار؟ موضوع مصطفى كريم قعدنا تناقشنا ويا المدرب، انه المدرب كان اول في بدايه الامر اكو اشكال هو وباسم عباس والمدرب. يعني مصطفى بلعبه بالتحضير بالتحضيريه مع الشرطه، يعني صارت تدري اللعبات يعني تصير بيها شد وجذب وما ادري شنو، صار صياح وصار يعني حتى تدخلت انا بيها بنفس اليوم كانت الكليه التربيه الرياضيه، حكيت ويا مصطفى، المهم يعني صار اكو قضيه يعني ما اعرف بغض النظر هو لاعب كبير، انه بعدين هو رجع اعتذر من الحكم داخل الجسمه، ولكن صار قرار من اللاعبين العفو من المدربين قرار انضباطي بعاده لعبتين بدايه الدوري زين، قالوا لي ورا اللعبتين يرجع، ورا اللعبتين ما رجع، احنا الاداره ناشدنا بمصطفى كريم، رايدين احنا مصطفى كريم، والحد الاول البارحه اتصل بي الاخ علي الساعدي مشرف الفريق مصطفى كريم، البارحه يعني كان اكو عتب من باسم عباس على مصطفى كريم، وعتب احباب مو عتب شو اسمه، هم لعبوا سوا زاملوا بالمنتخب، عتب احباب اذا قلنا احنا بيناتنا انا وياك اذا اليوم انا اذا اكبر منك بقدك واني غلطان عليك اجي اعتذر من حج حسين، هاي فد اخجل منك اخي بالضبط، يعني ما اكو فد شيء، انت اخوان يعني نقول يرجع انتوا لا تظلون تربطون، والله انا ما احكي فلان اذا باقي فلان انا ما العب واذا باقي اخي تلعب نادي الطلبه اهلا وسهلا باب مفتوح لك، ونادينا بيك احنا الاداره هو شالت باسم البارحه باحدى القنوات احنا الاداره نادينا بيك، تريد تجي الباب مفتوح اخي ابني وليدي تريد ما تجي هم ابني وليدي انت بكيفك، بس احنا دا نقول لك هذا ناديك والاداره رايتك، والولد دا يقول عقوبه انضباطيه انتهت العمليه بعد، بس احنا ليش كل ساعه فلان وانتم اخوان وانتم لعبتوا سوا واشتركتوا سوا ببطولات، وهاي اللي اتمنى منكم يكون صدركم واسع للاخر يا اخوان، كافي يعني هالتهكمات تقعدون بالفيسبوك ويكتبون هذا هيك وذاك هيك وهذا، يعني ان شاء الله هذا اذان بعودة مصطفى كريم، هذا ان شاء الله، يعني انا اريد اقول لك قبل لا اجيك بساعه خابرني مشرف مباراه، انت رايك شنو ابو سجاد بموضوع مصطفى كريم؟ والله المفروض يرجع، انا هذا رايي الشخصي، بس اكو راي فني واكو راي انضباطي، ومصطفى كريم هم اسم يفيد الطلبه مع مجموعه اللاعبين الشباب، اسم وولد ومؤدب، ولكن انا اللي صدر من مصطفى ما اعرف لحظة انفعال، راح لا يعني اول مرة اشوف مصطفى هيك يتهجم وما ادري شنو، مصطفى المعروف عنه انه هادئ جدا، انا اعرف هذا مصطفى من كان، هو يدري كل زين من كان طفل بنادي الطلبة اعرفه، من جابه ثائر احمد كان فريق الشباب الطلبة انا اعرفه ويعرفني كل زين. على ذكر ثائر احمد استاذ محمد، انا عهدت منك الصراحة اسماء كثيرة يسأل عنها الجمهور، ليش ما تستعين بها ادارة الطلبة؟ خلف كريم، ثائر احمد، نزار اشرف، سين سعيد،
ليش ما تستعين بهم الطلبة؟ والله كلهم محط احترام. حسين سعيد هذا الأب الروح لنادي الطلبة، ثار أحمد اتصلنا بيه قال ما أقدر أدرب. أنا أحكي صراحة، خلي يطلع واحد يقول لي ما قلت اسمه. خلف كريم موجود الأخ مستشار، وجبناه أعطيناه فرصة. خلف كريم كان بالخارج، يعني حتى أقول لك مركون، ما حد يعرف خلف كريم. مو هذا أنا اسمه، بغض النظر هاي الكبار اللي راح مشى عليهم الدهر يعرفون خلف كريم. إحنا من جبنا أستاذ خلف درب مكسب إنه، وخلف أكبر من يكون مدرب باعتباره رجل تربوي باعتباره رجل مدرس. جبنا خلف كريم، نزار أشرف أعطيناه فرصة، وأبو نور راقق جدا ممتاز ابو نور. ولكن تدري جمال، هو جماهيرنا علينا من قبله، وعلى ايوب قبله، وعلى ثائر قبله، وعلى الدنيا حتى قبله، على جمال علي، على جمال علي هذا الرجل اللي جبناه من الامارات وحقق نتائج قبله وجمهورنا اللي اخوان، مو جمهور الطلبه اللي انا وانت وش اسمه، لا بالعكس، لا اكو اكو ناس راقيه، جمهور طلبه واعي، جمهور طلبه راقي، ولكن اكو بعض النفر القليل. أنا أسأل أستاذ محمد، جمهور طلبة تشوف تأثيره سلبي لو إيجابي حالياً؟ كله سلبي، كله سلبي، أبد ما بي إيجابي. يعني الإيجابي يخجل قاعد على صفحة، الإيجابي يريد يتمتع، الإيجابي جاي يريد يشوف، يعني قاطع بطاقة وجاي هاي يريد يشوف فريقه، يريد يونس فريقه. ولكن أنت نوبات الواحد الصوت النشاز يأثر. شوف الجمال ذاك يوم عركة على المدرجات، إيه إخوان على وش يا إخوان، الله يخليكم، أنتوا جمهور يجب تعرفون أنتوا جمهور، وبيكم العالم تمشي والنادي يمشي. إذا أنتم تساندون النادي، إذا أنت أول ما تطلع تحكي على اللاعب سب عرضه، سب أهله، سب أخته، سب أمه، سب المدرب باسم عباس، سبوا إفلاني هذا هيك هذا، فالكلمات نابية حج حسين، يعني ما أنزل الله بها من سلطان. هاي عيب أخوان، عيب. ترى أكو قانون 434، هذا ترى سائر موجود. زين، السب والشتم حجي خلنا نكمل. زين، السب والشتم انتوا كإدارة تتقبلون ان يكون الكلام بحقكم فقط؟ يعني تنتقدون انتوا؟ ما بكم مشكله، احنا متعرضين حجي، صار لنا 7 سنين احنا متعرضين للكلام. والبارحة لحد البارحة سعد علي كاظم قال احنا شجعان. يعني احنا النادي الوحيد اللي على كل الله ما يخالف. ابو سجاد خليني اتواصل انا وياك، بس خليني شوي نشوف هذا الاستطلاع وتاخذ شويه راحه عن التحكيم. الحقيقة لاحظنا خلال الأدوار الخمسة الماضية أن هناك بعض الاعتراضات من قبل المنطقة الفنية وكذلك اللاعبين، وغضب الجمهور على القرارات التحكيمية وبعض الأخطاء اللي حدثت في المباراة. أنا أعتقد هو الأخطاء هي واردة في لعبة كرة القدم، لأن الإنسان الحكم بشر. لجنة الحكام تعي أنه لما تضع مقيم حكام في المباراة راح هناك يرفع تقرير على هذا الحكم، ولكن حقيقة خلال الدورين الماضية لم يكن هناك نقل تلفزيون المباراة حتى تكون لجنة الحكام تراجع شريط المباراة، حتى تكون هناك بعض العقوبات والإيقافات على الحكام. أنا أتمنى أن يعي الجمهور ولجنة الحكام تأخذ دورته، والاتحاد يضع ضوابط قاسية في إيقاف المسيئين حتى يكون الكل يعمل بشكل صحيح. لجنة الحكام يجب أن تراقب المباريات وتقارير حكام، ويكون إيقافات للحكام الذي يخطئ في تغيير نتيجة المباراة، وهذا شيء معمول في كل دول العالم. كذلك يجب أن يكون توعية من قبل الجمهور خاصة للتعديلات اللي حدثت في قوانين اللعبة عام 2016-17-17-18، حتى يكون هناك يعني ثقافة قانونية للتعديلات اللي حدثت في قانون اللعبة. اهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام. سعد محمد، يعني خليني ابدا من السيد عادل القصاب، نوجه له تحيه. حتى ابن البيت التحكيمي ايضا ينتقد، يقول اكو اخطاء. يعني انت لاحظتوا يعني كل يعني الاخطاء واضحه، والاخطاء يعني وارده، والاخطاء بالملعب هي جزء من كره القدم. اولا يعني حلاوه اللعبه هي الاخطاء، نوبات اذا كانت غير متعمده. اذا كانت غير متعمده هي حلاوه شو اسمه التحكيم، يعني جل من لا يخطئ، ولكن الأخطاء صارت كثيرة. يعني يا أبو سجاد أنت قلت أخطاء غير متعمدة، يعني أكو أخطاء متعمدة مرات أو تحدث بفعل فاعل أو تأثير معين؟ حكم العراقي لا، لأن حكم العراقي نظيف، وهذه شهادة يعني مصدر فخر واعتزاز إنه حكم العراقي نظيف. أنا أدري به، يعني ما رحتها تهم بختي، بس أكو يعني جل من لا يخطئ، جل من أكو صر سهون، وأكو المباراة أكبر من عنده. المباريات حجي من تريد شو اسمه قوتها كمباراة الزوراء والجوي لازم تجيب حكام دوليين على مستوى عالي.
قدر يقود لك المباراة، طلع لك ياها البر الأمان. إذا كان يجيبوا له درجة أولى وتخلوا على الأندية الجماهيرية، لا والله ينغبن، أكو حاكم يريد يتباهى، والله أنا عاقبت فلان، والله أعطيت فلان، مثل ما صار أول العام على الكابتن يونس محمود. زين تعرض. نعم. لا أنا انتقاد. نعم. نعم. بس أنا بنفس الوقت حجي قبل تسألني، بنفس الوقت أطالب لجنة الحكام بمعاقبة الحكام اللي يخطئون مرة والثانية. طب مبدأ الثواب والعقاب لازم يعاقبه، وبعد لأنه كافي طفح الكيل، لأنه كل الحكي على طارق أحمد وطارق أحمد، طارق أحمد ولجنة طارق أحمد، طارق طارق أحمد طارق أحمد، أنا هسه مو دفاع عن طارق أحمد زين، ولكن يجب على الحكام على لجنة الحكام أو رئيس لجنة الحكام على الاتحاد أنه مثل ما يشتغل لجنة الانضباط، أحيي الأخطاها عبد حلاته من هالمنبر هذا، أنه ده يشتغل شغل صحيح وشغل قانوني، أيضا طارق أحمد يجب أن يعاقب الحكام ويعلنها بعد كاف. نعم أستاذ محمد حنتواصل بعد ذلك، خليني شوي أسألك عن المدرب تيتا وصبر الإدارة عليه وشنو يعني رؤيتكم لمستقبل الموسم الحالي، بس خليني أطلع أنا وإنت والمشاهدين الكرام نشوف هذا الاستطلاع عن منتخبنا الوطني العراقي. حلو. لا بس سؤال بس على المحضر السابق، يا ريت تذكرون اللي صار في الاجتماع، ما هو الاجتماع السابق بين من هاي راح نطي للعلاقات والإدارة مال الاتحاد تربوج مذكرة وهو بعد شوفين يعني تعرف هو مشاركة المنتخب في بطولة الخليج أكيد يعني يحتاج إلى أنه نلتقي بالكادر التدريبي كلجنة منتخبات. تعرف البطولة كانت على أساس أنه ما تقام، الآن تم إقرارها بشكل رسمي وانتقالها من قطر إلى الكويت. بالتأكيد يعني تحضير المنتخب لهذه البطولة يجب أن يكون بشكل جيد، وبالتالي لا يمكن لمنتخب العراق أن يدخل في هذه البطولة بدون مباراة تجريبية أو مباراة تسبق البطولة. لذلك يعني الخطاب اللي جانا من قبل الاتحاد الإمارات أنه يطلب مباراة مع المنتخب الوطني العراقي في دبي يوم 17 شهر، احنا وافقنا على هذا الطلب، وبالتأكيد يعني طرحنا الموضوع على الكابتن باسل قاسم أيضا رحب به، هي كمباراة إعدادية لبطولة الخليج. يعني طلبنا أيضا من الكابتن بأنه يوضح قائمة الأسماء، لأنه تعرف البطولة محددة ب 23 لاعب، وبالتالي هناك قائمة سابقة يمكن أكثر من 32 لاعب. اليوم الصورة واضحة عند الكابتن باسم قاسم، قدم قائمة 23 لاعب، إن شاء الله ستطبع في وقت لاحق يعني تبعث بشكل أنه نحصل الموافقات الرسمية. يعني كل الأمور إحنا كلجنة منتخبات نتمنى أنه تصير بشكل طيب من أجل أنه يشارك المنتخب في هذه البطولة، لأنه البطولة تعتبر بصراحة مهمة للرياضيين بالعراق وجمهور كرة القدم بشكل خاص، من أجل أنه يظهر المنتخب بشكل جيد. نتمنى من المنتخب أنه يظهر بالصورة اللي سبق أن ظهر عليها في المباراة السابقة التجريبية، وإن كانت هذه البطولة وإن كانت ودية لكن تأخذ الطابع الرسمي. نتمنى أنه المنتخب يوفق في هذه البطولة من أجل أنه يعني على الأقل أنه في ظل التصاعد الفني لأداء اللاعبين ممكن أنه تضع بطولة مهمة إلى سجلات العراق. أهلا بكم مشاهدي الكرام. سادة محمد، الدوري سيتوقف بعد هذا الدور، كيف ستعمل إدارة الطلبة بعد هاي النتائج؟ بالحقيقة شوف احنا عندكم صبر على تيتا؟ ايه تشوفون تيتا عنده رؤية؟ تيتا بهاي اللعبة ما راح يقود المباريات. تيتا راح عنده دورة برو ولا صحة لما يقال عنه؟ لا موجود المساعدين موجودين الان. خلاص احكي لك اياها قلت لا طلع خلصنا من هذا. ايه بس احنا راح نقدر بهاي الفترة يعني راح عندنا اصابات هواية. يعني عندنا مصابين، عندنا علي صلاح، عندنا حسين عبد الواحد، عندنا محمد سعد، نور صبري، يعني دولة كلهم مصابين. يعني هذا التوقف يمكن راح يفيدنا، راح يدخلون الفريق شوية بمعسكر داخلي يمكن نسوي لهم رئيس النادي حتى شوية يستقرون شوية يرتاحون.
استشفاء استشفاء بالضبط مثل ما تقول. يعني نقدر بهالتوقف هذا التوقف يعني التوقف انه البطولة كأس الخليج وان شاء الله نهني منتخبنا وكادرنا اللي بقيادة باسم قاسم ومعيته والاتحاد العراقي والله يوفقهم ان شاء الله ويجيبوا لنا بطولة الخليج واذا ما جابوا لنا بطولة الخليج هم الله يوفقهم يعدون. بس هو بطولة الخليج الان يمكن الاخ باسم قاسم حسب ما سمعته يقول يعني هذا احنا راح نحاول. استاذ محمد العفو يعني توعدون الجمهور انه النتائج المقبله راح تكون افضل تخلصون من هذا المازق ان شاء الله؟ والله انا اناشد كل جماهير الطلبه الخيره انه الوقوف مع فريقه وترك فلان وعلان ولا يحبون هذا فلان وذاك ما دامت. زين اخر سؤال ترشح للانتخابات الجايه؟ انا بالنسبه لي لكل حادث حديث. انا مرتبط بوزاره مؤتمن ولكل حادث حديث. يعني ماكو جواب نهائي لحد الان؟ لا اي لانه دائما المرغوب مطلوب. اها نحكي لك اياها مو يعني عندي ثقه بنفسي. اها بس اشوف اخويا بس أمير. تتوقع اذا رشحت تفوز ان شاء الله؟ انطيني جواب بالايل ولا والله خليني اقول لك اياها خليني اعطيك اياها 75% افوز. اها اذا انت ان شاء الله باقي بالاداره الجديده. هذا 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 الكلام اللي بين السطور. الاخ العزيز الأستاذ محمد الهاشمي نائب رئيس الإدارة لنادي الطلبة شكرا جزيلا لك تعبناك ويانا وصوتك عليه وصرت عصبي احنا تحملنا ما يخالف. هاي كلها يعني لمصلحة النادي أولا وأخيرا وإن شاء الله الجمهور يقدر ويصبر شوية على هذا النادي. أنا أشكرك وأشكر المعد الأستاذ يوسف فعلا نوجه له تحية هذا الرجل رائع وأشكر كل من وقف خلف الكواليس واشتغل وعمل واجتهد وأشكر هاي القناة الرائعة حياك الله استاذ محمد. شكرا جزيلا لك مره ثانيه وحياك الله والشكر موصول لكم مشاهدي الكرام. القاكم في حلقه مقبله ان شاء الله من برنامج اون سايد. الى ذلك الوقت الى اللقاء.